هل أيضا تتفق معي بأنه فيه ناس من مصلحتها عدم حل مشكلة القمامة في مصر؟ طبعا. زي مين؟ زي كل المشاكل اللي في مصر. مين اللي من مصلحته؟ في إمبراطورية للقمامة، في ناس بتستفيد من هذه القمامة ومن مصلحتها عدم حل هذه المشكلة؟ أعتقد من تسطيح الأمور ومن البساطة إن احنا نفتكر إن المشاكل دي اللي احنا كلها بنعاني من مصر مشاكل كبيرة إن احنا مش عارفين نحلها. لا، احنا عارفين نحلها، بس في ناس مش عايزة تحلها. مين الناس دي؟ كويس، دائما المستفيدين. القمامة فيها مستفيدين بعدد شعر الرأس. زي مين؟ عايزين نقول بصراحة، حضرتك الوزير وزير للبيئة والمواطن عايز يسمع، عايز يستفيد. في فساد، أديك مثال. إذا كانت العقود لا تصاحب بكود يقول لي إزاي سيادتك هتوفر لي الخدمة، كود مصري زي كود البناء، كود مصري خدمة القمامة بالشكل ده والساعة كذا ومرة ولا مرتين وهتتنقل إزاي، والأكثر من كده كمان زي ما أنت خليك عادل، زي ما انت بتحط كود اللي هيقدم لك الخدمه حط كود اللي بيراقب اللي هيقدم الخدمه. اذا كنت عايز تتكلم على عدم عدم حدوث فساد حكومي بالظبط، لان لما حضرتك ما بتحددش العماله، انا هعد العماله اللي بيجيبها كل يوم ازاي. نعم، مفيش طريقه. يبقى اذا كل واحد بطريقته، تقول انه في فاسدين يكون ضغط طبعا من هذه المنظومه. طبعا طبعا. طيب، من القمامه الناس